Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Espero que estén muy bien. Espero que la lección pasada fue muy simple. أهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا في هذا الدرس اللي هو الدرس الثامن. الدرس الماضي احنا أخذنا البريسنتي وتصاريف هذا الفعل وهذا الزمن اللي هو الزمن الحاضر. أخذنا كيف نصرف الأفعال اللي تنتهي بالـ AR والـ AR والـ ER، وقلنا إن كل الأفعال في اللغة الأسبانية لازم تكون لها إحدى هذه النهايات الثلاثة. أخذنا بعض الأفعال الشاذة مثل الفعل تنير، وتنير ممكن يكون له معنيين مختلفة تماما ما لها علاقة ببعض. الأول قلنا تنير مصرف زي تينجو تينس إلى آخره، أما الثاني اللي هو تنير كي، فقط إذا جاء بعدها كي فهنا تيجي بمعنى ثاني واللي هي يجب أن. الأولى قلنا أنها أملك أو عندي، فلازم نفرق بينها. وتنير كي قلنا أن لازم يجي بعدها الفعل في المصدر، والفعل الأسباني اللي في المصدر هو اللي مثل ما هو بدون أي تصريف وبدون أي تغيير. لما نقول أبلار كومير تنير هذه أفعال المصدر. عموما احنا لسه في البداية وتونا داخلين على عالم تصريف الأفعال. أمامنا مشوار طويل، لكن الموضوع يبيله شوية تركيز. هو سهل بس يبيله تركيز وتعود. الأشخاص اللي كانوا متعودين على موضوع الاستماع قدروا يلقطون كثير من الأفعال وما كانت جديدة بالنسبة لهم ولا هي جديدة عليهم، فيعني قدروا يحفظونها بسهولة لأن أذنهم تعودت سابقا على هذه الكلمات ومرت عليهم قبل ما كانوا يعرفونها. لما جبنا طاريها في الدرس الماضي رسخت الآن في بالهم، واكتشفوا أنهم حفظوها تلقائيا من حيث لا يشعرون، فكانت الموضوع أو كانت المسألة جدا بسيطة بالنسبة لهم. اليوم راح ندخل شوي أعمق في موضوع تصريف الأفعال في المضارع. راح ندخل على الأفعال الشاذة وطريقة يعني خلنا نسميها سوينا لها ترتيب معين. الترتيب هذا راح يساعدنا في استيعاب يعني مسألة الأفعال الشاذة. واليوم أيضا راح ندخل على أسماء الإشارة، وأسماء الإشارة أيضا سهلة لكن تحتاج إلى تركيز. الموضوع لا يحتاج إلى حفظ بقدر ما يحتاج إلى تركيز. عموما أترككم مع الدرس ونشوفكم في الفيديو الأخير. تحياتي إي أستاورا.